أنا لا تربطني مع الصحة الشرط إلا العلاقة للآخرين. لما نحيت فيها لم تجد الزيتونة أعطينا العفو، أعطينا الجيري ديال تتفرج نشوفو الجيري في البلدية في المجتمع الحضارية، علاش ما كنشوفوش؟ ياك حررنا، ياك الناس خلات اللي مشات الحفل مشات الحفل تحرر تحرر، علاش ما حكيتيناش؟ ها النقطة باش نهضرو. الاتحاد الدستوري بفاس معنا الان المنسق الاقليمي سي انور بن بوكر. المنسق الاقليمي للاتحاد الدستوري بفاس ومولي يعقوب وتمات وايضا النائب الفيدرالي الوطني المغربي لارباب المقاهي والمطاعم النائب الاول للرئيس ورئيس جمعيه ارباب المقاهي بفاس. تنشوفوا انا نهضروا على الاتحاد الدستوري والتوجه ديالو فاس. تنشوفوا سي انور مؤخرا في نهاية ديال الصحة القلبية تنشوف التنبيه تنشوفوا الاتحاد الدستوري صعب يعني في ظرف واجز انك ملي خديتي التنسيقية الاقليمية ديال هذا في ظرف واجز حقق يعني نتائج لا بأس بها، ممكن تهضرنا على هذه النقطة هذه؟ شنو كان الصحة القلبية تنشوف التنبيه؟ حنا بالنسبة لنا الاتحاد الدستوري انا بالنسبة ليا كان عندي وقت عامل كبير لان الوقت اللي كان عندي ما ساعدنيش باش نحط ناس كما مطلوبه، استطعت باش ندير واحد ليكيب اللي خدمنا بها كما نسميوها واحد اللوائح اللي خدمنا بها وكانت واحد الاستحقاقات مزيانه. كانت عندنا واحد شنو نقول كانت عندنا واحد مشكل كبير اللي كان عندنا عائق كبير وهو كان كلشي كيحسب له الانتماء ديالنا السياسي اخر كنا بحال كيقولوا عندنا تحالفات مع واحد الحزب معين. استطعنا الحمد لله باش نحققوا واحد يعني حققنا ذاتنا وحققنا راسنا وكان دابا 5 سنين ان شاء الله غادي يكونوا ان شاء الله الاتحاد الدستوري فاس غادي يكون دابا 5 سنين. ما تنشوفش يا سي انور ان حتى العمل ديال القسم الانتخابي جهد بعض الطموحات ديال بعض الناس وبعض المنتخبين وشكل حتى هو شكل واحد العائق ولا بالعكس كان منصف؟ لا بالعكس القسم الانتخابي كان منصف لان كانوا احزاب ما كانوش كيتسطروا ويخلقوا المفاجاه ويكونوا في اللوائح ويكونوا كاينين دابا السطر ويكونوا ما بقاش ديك الهيمنه ديال الاحزاب الكبرى على الخارطه السياسيه. هذا دابا الرؤيه ديالنا وكنقول من هنا غادي كنوجه واحد الرساله للاخوان كلهم هو الحزب الاتحاد الدستوري بمدينه فاس واقليم تامر يعقوب واقليم تاونات واقليم سفرو غادي يكون بقوه ان شاء الله في الاستحقاقات الجايه ولا ننسى ديك المناطق الاخرى ولكن هذا المشروع عليهم انا غادي يكون ان شاء الله بقوه وغادي نديرو كما كنقولوا التاسيس ديالو وغادي يكون حزب الاتحاد الدستوري ان شاء الله كاين والنتيجه راه هنا حنا بدينا الخدمه وبدينا نتحركوا بدينا نشكلوا المكاتب ديالنا بدينا نصوروا الخريطه ديالنا وحنا مع السكينه حنا غنخدموا في الصالح العام للسكينه. مزيان انا لاحظت يعني التحركات ديالكم داخل في مدينه فاس كنخرجوا بعده بيانات من الكتاب الاقليمي ديالكم قلتوا انكم تتندوا هاد المجموعه ديال القضايا اللي كنتوا قلتوا لا ابتداء من المشكل الملف ديال النقل الحضاري يعني قلتوا لا يعني خاصكم توقفوا هاد العابات علاش يعني الى متى ان خاص تبقى يعني سيتي باص ما تتحترمش المضامين والبنود ديال الدفتر التحملات انها ما تستجبش لتطلعات السكينه ما تتوفرش وسائل نقل اسطول لي كونديسيون يعني اللي تستجمع السكينه يعني هذه المساله هذه خشي اكثر من مره باين خصوصا الميل شنو ممكن تقول لنا سي انور؟ انا بالنسبه لي هذا الموضوع هذا انا رسلت للعنفر في هذا الموضوع هذا حتى انا كانت ولكن انا الفكره ديالي حاليا بالنسبه لهاد الشركه اللي كتسهر على ديال طوبيسات ديال سيتي باص ديال النقل ديال الدراري وديال هاد الطلبه والنقل ديال المواطنين هي ان الشركه بدات كتخدم بواحد الخدمه اللي لا تليق لا تليق لا بجميع المواطنين في مدينه فاس
لان من نهار خدات الصفقه ما تاش صغيره، الاسطول ديالها ضعيف، دايرين ديك الحدايد بحال دخل المريقه ولا فين كيدخلوا الكوري ولا كيدخل ديك الحدايد في الدخله ديال الاخر. هادشي هذا كنا كنقولوا هاد الكيران هادو ماشي طوبيسات، هاد الكيران هادو ربما كان المغرب كان يخدم بهم في واحد الثمانينات ولا السبعينات، كان الناس كتهتم معاها الباين في الكار، كتجيب معاها الباين في الكار. حنا دابا رحنا في 2021، خاص المسؤولين ديال الطوبيسات ديال الناس اللي كيبغيو يدخلوا لهاد الميدان، الشركات اللي كيبغيو يدخلوا لهاد الشيء، خصهم يشوفوا المعايير الدولية، يشوفوا المعايير المناخ، يشوفوا المعايير باش نخدموا، خصهم يكونوا الجودة. لا يعقل ان البارح اتصلوا بيا طلبه، البارح اتصلوا بيا طلبه كيديروا لي كارت 50 درهم كيقطعوا لا كارت بطاقه الانخراط، كيجي الكونترول ديال الطوبيس كيخدمها لا كارت يقول لها دوري معايا ب 20 درهم 30 درهم، راه يديروا لائحه ولا يديروا ورقه ولا يديروا مسؤولين، راه يديروا مشكله. لا يعقل على هذا الشيء، هذا حنا هكا مقوالين، خاصنا نضيف لكل القطاع لكل مؤسسه لكل شركه كتبغي تسهر تخدم الشأن المحلي ديالنا هنا البلاد، تخدم الشأن ديال تاخذ الصفقات العمومية وتدخل معنا في هذا الشيء هذا وتخدم تطبق المعايير ديال الاتفاقية. تحترم غير المعايير ديال الاتفاقية. وأنا فكرة ديالي أنا مع العمدة، لأن الرسالة اللي عطاهم والقرار اللي خلى العمدة والتوجه اللي باغي للعمدة والطريقة الرسالة الثانية راه راسلهم بها على العلم ديالنا، وربما تكون الرساله الثالثه اللي غيكون فيها الغاء الاتفاقيه. ولا مشى العمده في هذه الالغاء الاتفاقيه راه تكون خطوه ايجابيه، لان هذه الشركه ديال سيتي باص ما بقاش مؤهله باش تخدم لنا فاس، لان حنا فاس كما انا واحد الشعار كدرتو علاش لا فاس ما يزيانش، حنا خصنا نصلحو فاس بالمنظر ديالو بالجرادي ديالو بالسكينه ديالو الترونسبور ديالو، هذا اللي كيسهر عليه اللي كيمثلنا خصو يكون فيه ترونسبور لائق. قنيطره حنا شفنا فيها نزل اسطول كبير، فرحات قنيطره بديك الاسطول اللي نزل، حتى هما كانوا كيعانيو، ولكن المسؤول ديالنا ملي كيكون عنده رغبه ديال التجديد وعنده رغبه ديال بان باغي يصلح البلاد ديالو وعنده رغبه حتى حنا نديرو اليد في اليد معاهم ونعاونوهم، ما خصناش نبقاو ننتقدوهم، خصنا دابا هاد السعاده خصنا نعاونوهم. هما في واحد الوقيته اللي خصنا كساكنه كجمعيات ما خصناش نبقاو ننتقدوهم، نعطيوهم واحد العام الاشتغال ديالهم ونشوفوا الراي فين غادي ونشوفوهم هما فين غادي التوجه ديالهم. ملي نشوفوهم كيغلطوا بزاف ونشوفوهم رادين اللور بزاف، ديك الساعه حقنا نهضر، لان حنا مع المواطن، ديك الساعه نقطعوا الجمعيات ونقطعوا كل شيء ونوضوا نهضروا. بحال دابا انا مثلا خرجت بواحد الفيديو كنهضر على اوزون، على الشركه ديال الزبل. هاد الشركة ديال الزبل كتنقي لنا الزبل، راه كتنقي لنا الزبل ماشي كتوفر لنا الزبل، ماشي فين كندوزو دابا نخرجو ليا كنصطاد الزبل حدا المقر هنايا غتلقاه عامر مدلع في الأرض وفي السونتر ديالي. إذا هاد الشركة ديال الزبل كتنقي الزبل خاصها تصهر على الزبل، خاص ديك الموظف الموظف ديك الخدام ديالها ديك العطور ديالها ديك الموظفين ديالها ديك الناس اللي كيخدمو عندها خصهم يكونوا هما براسهم مرتاحين باش يخدم معاك. اللي وفر له على الاقل لا يديروا الكونترات ما يكونوش غير الكونترا ديال 6 شهور، خص البلديه تدخل في هذه النقط هذه، ما يكونوش الكونترا ديال العام، السيد كيخدم معاك ما عنده حتى ضمانه، بغى يدير كريدي ما عندوش الحق ياخذ كريدي، بغى اي حاجه ضمانه حياته ما عندوش، في اي لحظه في اي رمشه عين تلوح الراجل خدم معاك 7 سنين و6 سنين و5 سنين تلوحوا وتخرجوا برا، راه حشومه. فهمتي؟ اذا هذه النقطه هذه راه مشكل كبير خلقها الشركه، ولكن في الوراق ملي كتدخل الوراق الحقيقي ما كاينش هذا الشيء. حنا لاحظنا مؤخرا الشركه ديال اوزون قامت باستبدال مجموعه ديال الحاويات ديال القمامات ديال الزبال، وكان كانت واحد الخطوات ايجابيه. الا لا الا لا اسمع بخليك، يبدلوا لنا الكاميونات، يبدلوا لنا ما بقاش يجيبوا لي 20 ولا 30 ولا 40 طارو ديال الزبال كيجروا يبينوها لنا. دخلي معايا الاحياء، دخلي معايا لساب الوط، دخلي معايا للدباب، دخلي معايا للسوده، دخلي معايا للمرينيه. يعني كنت تقول تحمل المسؤولين ديال اوزون ما عرفتش. ما كنحمل المسؤوليه انا حتى شي واحد، انا كنحمل المسؤوليه الاتفاقيه، يطبقوا المعايير ديال الاتفاقيه. دابا هما كيخدموا اذا مشيتي تهضر معاه عنده المعايير ديال الاتفاقيه يخدم بها. انا ما كنحملش المسؤوليه، ديك الاتفاقيه انا هي اللي بغيتها تطبق، ديك الورقه اللي سنا الرئيس مع الرئيس ديال اوزون خصها تطبق، خا
خاص الناس ديالنا اللي كيحصلوا عليها. هذه الاتفاقيه وهذا داكشي واش المجلس السابق ولا هذا المجلس؟ لا المجلس السابق بمعنى خاص ديال الاتفاقيه تطبق دابا الناس ديال لا المجلس الحالي دابا حاليا كيسهر على يتحسن الاتفاق اتمام اذا خصو الحق ما هو خصو الحق ولكن ملي كنشوفوا حنا الكاميونات دايزين حدانا خانزين الكاميو براسو خانز خاوي خانز عامر خانز الكاميو كله مرقع الكاميو في سميت مون فلوري هذيك ثلاث ايام شعلت فيه العافيه مع ثلاثه الصباح دوك يطفيوها بسطوره د الماء واش ما عندهمش هما ما عندهمش باش يطويو ويسقيو ويصاوبو ما عندهمش الماكينات ديالهم سمح لي سي انور الغريب الامر هو ان شركه اوزون يعني المقاول اللي خدات نمبر 1 رقم 1 في افريقيا من احسن الشركات وديه بنات فاس وحنا تنشيرو بنات فاس فاس بنات فاس قوا عليها الشغال انا ما كنعيبهاش وانا ما كنهضرش فيها بالسر ولكن كنهضر بالعكس هذه مناسبه باش كنقول السي عزيز انا كنقول السي عزيز الدراوي اللي هو كيشرف على هذه المؤسسه هذه خصو يرجع لفاس يلاه هذا الشيء كيوقع في فاس مزيان تهديد صافي انا كنقول له من هذا المنبر هذا خصنا الترونسبور ديالو يتعاود خصو يمشي مع البيئه مع الاتفاقيات الدوليه ديال البيئه خصنا يجي معدات اللي تمشي في هذا النطاق هذا ديك الديشي ديالو ديك الزبل اللي كيتلاح في سيدي حرازم ديك المعمل اللي داير في سيدي حرازم خصو يخدم ما نهضروش علاش ما خدامش ما نهضروش شنو كيمشي فيه وني خصو يخدم حنا اليوم خصو يخدم خاص المسؤولين ديالنا اليوم يحرصوا عليه يخدم يعني تمام باش ما نبقاوش نهضروا على البارح حنا كنهضروا على اليوم خصو يخدم بغى يجدد الاتفاقيه مع الناس ديالنا ديال فاس مرحبا والف مرحبا كيقولوا واحد مثلا ما غنلقاو ما احسن منه مرحبا والف مرحبا ماشي انا كنشكر فيه ولكن انا كنهضر كننتقد الخدمه ديالو خصو الا قالت غادي ندير 100 كاميو راه خصو يحط لنا 100 كاميو ويحط لنا 20 سكور باش الا خسر كاميو كيصيفط كاميو هذا هو المقاول هذه هي الشركه اللي كنقولوا حنا هزها راسها مقومه راسها ماشي كنلقاو معدات اسمح لي ماشي كنلقاو معدات ديال فاس ملي كياخذ صفقه في الرباط كيديهم لفاس يسوق فيهم في فاس ملي ياخذ صفقه في مزار يديهم في مزار يسوق ملي ياخذ افريقيا غيدي ديالنا لا خاص ديال فاس يبقى في فاس ينوض علينا دابا هنا من نهار خلاص السوق يعطينا الكاميونات اللي جا جداد خلينا ملي كيتبخ مزيان السي انور عطينا الكاميونات جداد شنو خرج لنا الفاس هما الكاميونات اللي كيحترموا المعايير ديال البيئه انا هادشي علاش كنهضر ولينا موضوع مثلا غنهضر في هذا الموضوع مثلا غندير رساله في هذا الموضوع مثلا غنتبع هذا الموضوع لانني انا ماشي ضد شركه اوزون ماشي ضد شركه الطوبيسات ولكن حنا باغيين نوقفوا بارك علينا من سوء التسيير حنا بغينا ننطلقوا واحد انطلاقه جديده في هذه مدينه فاس لثلاث اسباب اسمح لي كنقطع السبب الاول هو اللي لاحظنا الاقامه الملكيه رفعت عندنا فاس اذا خصنا الاقامه الملكيه نعطيوها القيمه ديالها والجماليه ديال المدينه نعطيوها هذا شرف مدينه فاس النقطه الثانيه السياحه خواتنا من مدينه فاس غنحاولوا نربطوا السياحه ونحيوا السياحه في مدينه فاس اذا باش نحيوا هذا خصنا نجودها خصنا نضروا ليها الزبل اللي في الدروبه خصهم يتنقاو خصنا الشاطئيات يتسدوا خصنا الجماليه المدينه عاد نهضروا في الكماليات ولكن المدينه خصها تكون جميله ملي كتجي تلقى ما تشوف الوليدات تدخل وتخرج الاجراء الحمد لله بدا كيتنقى ما بقاش فاس ما بقاش الوسخ اللي كنسمعوا فيه الان خدام واحد الخدمه هائله كل نهار كنسمعوا شدوا كل نهار كنسمعوا داروا كل نهار هائله اذا حنا على هذيك المثال مثلا نقول لك واحد المثال الامن الداخليه خدمات السلطه المحليه خدمات جات الناس اللي مستعمره الباركينات واللي مستعمره المشاكل واللي عندهم مشاكل لقاو لهم القبض تهم بدون تهم ديك الشيء القانوني ديالهم طبقوه الدوله طبقاته المؤسسه طبقاته سميتو سعادة الولي عطى التعليمات ديالو واضحه في النازله هذه وطبقات كانت 10 على 10 سؤال البلدية بعد ما حررت لك الدولة بعد ما حررت لك الإدارة بعد ما تحررت لك هذا أش درتي؟ شكون هو المسؤول ديالك اللي حطيتيه تما؟ عطيه لنا نعرفو عطينا الجيري ديالك صفر ونشوفو الجيري فين البلدية فين المجتمع الحضارية علاش ما كنشوفوش؟ ياك حررناه ياك الناس دخلت اللي مشات للحفل مشات للحفل تحرر علاش ما حطيتينا؟
هالنقطة علاش نهضروا؟ وهاد النقطة هادي غادي نشيرو ليها ونهضرو فيها، كيفاش هاد الملك العام وهاد المرافق والطريطوارات اللي تيدخلوا واحد الميزانية مهمة تتمشي هباء للأشخاص؟ واش الخزينة ديال الجماعة واش ماشي هي أولى بها؟ وسيما أن فاس راه يعني محتاجة الموارد، محتاجة لهاد لي سوكس وهاد الغوسوكس يدخلوا ليها. شنو واش هنا غادي نسولك شنو المآل ديال اتفاقية ديال فاس باركينغ؟ واش هادشي مازال موقف بنفس راسي؟ أنا فاس باركينغ من الناس اللي كنت معارضها وكنعارضها وباقي كنعارضها إذا بقات بالاتفاقية القديمة. إلا بقات ديك الاتفاقية اللي كانت دارت في عهد المجلس السابق، ولا بقات ديك الاتفاقية اللي كنا علمناها وشفناها وعرفناها كنعارضها. إلا كان سعدت اليوم كما قال وصرح بأن دارت إصلاح عليها ونشوف هذا الإصلاح عليها ويبان لواجهها ويكون في المتناول للجميع، حنايا مسعدات علينا. أنا عطيتك سؤال، اسمح لي، واش أنت مع أن لا الاخرين هذوك الناس اللي كانوا قاطينها انهم غادي يتسرحوا غادي يتشردوا ولا يدير، ولا انت مع نعم على الهيكله ديال المرافق، نعم على ان الفلوس تدخل؟ انا ماشي مع الناس تشرد وماشي مع الشركه تمشي. حنا الشركه خاصها دير هاد الشركه فاس باركينغ كي دخلت فتخدم الناس تمام، غادي لهم الصالير ديالهم، ديك الصالير ديالهم غتحرص عليه البلديه الناس اللي غيخدموا فيه ديال شي قطاع. الناس غتخدم هاد الناس هادو اللي غيتشردو ولا ما يتشردوش، هادي غير افكار كتروج. حنا كنهضروا على جماليه المدينه، الله يخليك جماليه المدينه تمام. انا ملي كنجي لجماليه المدينه كنقصد فيها كلشي، كنقصد الباركينغ، كنقصد الشرادي، كنقصد الطوبيسات، كنقصد الزبل، كنقصد الاجهاء، كنقصد كلشي. دابا حنايا هاد جمالية المدينة شنو هاد الباركينات هادا خصو غير تنظم، غير تنظم. واش دابا انت ملي كتمشي توقفي غير حدا باتيسري تنزلي تاخدي خبزة ويجي عندك واحد اللي يدخل لك الدجاج عليه جوج دراهم كيعجبك الحال؟ كيعجبش الحال، حتى انا مكيعجبنيش الحال كمواطن. إذا حنا كمواطنين هاد الفكرة خصنا توصل. إذا هاد الشركة إلا كانت غتجي تنظم والبلدية غتحرص على الأماكن اللي ما فيهاش الباركينغ، ما يديرش فيها الباركينات العشوائية وتحرص على التنظيم للمواطن، حتى واحد ما غيهضر. راه كلشي غيعجبو الحال. هادو اللي كانوا في ليستاسيون كيفاش فين تتمشي؟ تنشوفو السؤال. أنا سؤال اليوم، أنا شنو قلت قبيلة، سؤال اليوم حنا ولاد اليوم. لأن إلا هضرنا على داك الشيء فين كاين كيمشي، كيجي خبايا. حنا كنهضرو اليوم، خصنا نصلحو، خصنا نبداو بالبلدية، خصها تبدا بهذا الشيء الباركينات، دوز للمحطة الطرقية، دوز للسوق ديال بنسودة، دوز لسوق السمك، دوز شركة الطوبيسات، شركة أوزون، هادو الكبار اللي واكلين اللي كياكلوا. علاش سميتو قلنا الباطوار، الباطوار يعني الباطوار هبطتي لها كتلقاي فوق 1200 كلب مجموعة على جنب الباطوار. هنا كنقول انا واحد الجمله وكنقول شكون المسؤول؟ علاش لا خليك معايا سي عمر، انا السؤال ديما تيحصل، علاش هاد الاماكن والمرافق اللي مهمه تشكل واحد المرضيه كبيره للناس، علاش ديما تيسيرها وتدبروها اشباح؟ علاش؟ واش هاد ما خاصهمش اللي تولى زمام الامور والمسؤوليه ناس اللي عندهم كفاءة وعندهم يعني صلة مع المؤسسات وليس الأشخاص؟ واش حنا فلوسنا غادي نعطيوها للأشخاص؟ نجاوبك على واحد الجواب صحيح. هاد الشيء هذا واحد كما كيقولوا واحد المشكل كبير كان دابت في كل مدينة، ماشي في فاس، في كل مدينة كينبت هذا المشكل، كينبت كيتولد كيطلع كيدخل على روحه. ولكن حنا دابا في واحد الوقت ديال 2021 22 هي داخلة على البيبان مع الإقامة الملكية اللي غتنزل عندنا في فاس واللي هي مشرفة على فاس. إذا حنا خصنا كمؤسسات وخصنا كبلدية دابا كارت العملة ديالنا خصو يشوف هذه النقاط اللي هي كتسمى نقاط سوداء بالمدينة، خصها إصلاح. إذا ما قادرش يحط فيها الناس الأطر ديالها اللي غيسيروها
حسب المعايير القديمة كما كانت كتطلب الفلوس وحسب الاستراتيجية وحسب داكشي خصو يعطيها الشركات خصو يفوتها الشركات عطاها تفوت للشركات صار عليها كل شركة تدخل تاخذ المدة 4 سنين 5 سنين ما يعطيهاش كونترا ديال 99 عام ولا 40 عام ولا 30 عام كونترا ديال 4 سنين 5 سنين ديال الفترة ديالو ديال السير ديالو يعطيها تسير كانت ديك الشركة مؤهلة باش تزيد الصفقة المرة الثانية هي غادي حتى واحد ما غيطلق منها طلعت الشركة ما مؤهلاش وخصو يدير جميع الضمانات ويعطي الشركة تسير هاد المرافق العمومية اللي احنا كنشوفو فيها دابا مشاكل كبيرة تعطيت على سبيل المثال احنا كنشوفو دابا بزاف نقول لأي ما يمكنليش انا دابا حاليا نهضر في العمدة وما يمكنليش نقول العمدة ما غيعرفش ما يدير وما يمكنليش نقول العمدة غيعرف ما يدير انا كنعرف الاستاذ راه دكتور وراه تبارك الله عليه ناس قاري صوارهم كما كنقولها بالدارجة وانا كنشوف فيه واحد الرؤية وكنشوف فيه واحد الامل بان فعلا غينقد في مدينة فاس غيحقق المعجزة حنا كنعطيو الفرصة بهذا المنبر انا كنقولها وانا ماشي ضده انا ديما حنا الحزب ديالنا خرجوا للوسط ومع الحكومة يعني ما طاحش المعارضة وانا في مدينة فاس ما كنمثلش المعارضة وما كندخلش للمعارضة وما انا مع المواطن الى شتو صح ولا شي حاجة كتهم المواطن راني غادي ندخل لكن الامور غادية كلشي غادي مزيان كلشي غادي فيه ما يعرفش شي كنشوفو التقدم كاين قدام ولو بنسبة ديال 10% احنا مع المواطن وشكرا سي أمور عندي واحد السؤال آخر اللي راج بزاف وتداول بزاف قالوا تيقولوا الاتحاد الدستوري بالنسبة للتموقع ديال فاس هو حليف ودكان ديال الزيتونة ممكن أنك يا سي حميد شابات ديما أنا سي حميد شابات عندي ليه كل احترام وكل احترام كنقدرو وكنحتارمو بزاف ومن هاد المنبر هذا كنسلم عليه وكنبلغ له السلام ديالي وكنحتارمو بزاف لان ما نساوش بان كان في واحد الوقت عطى فاس وصح فاس ولكن هو حاليا كيتموقع في حزب الزيتونة كيشكل نقابة ديال حزب الزيتونة هذه مؤسسة كيشرف عليها الامين العام اللي هو ساجد حزب الاتحاد الدستوري انا الموثق ديالو بمدينه فاس انا لا تربطني مع السي حميد شرط الا العلاقه ديال الاخويه اما الحزبيه لم جيت الزيتونة ولم جيت سميت الاتحاد الدستوري لا علاقه بيننا انا شق طريقي راسي والناس راه كتعرفني وشق طريقي في هذه المؤسسه هذه والسي حميد راه تبارك الله هو راه كيكون المؤسسه ديالو وراه مشى للزيتونة هو عارف كيدير حنا ما نقدروش نعرفو بحالو والله يعاون كل واحد انا بغيت نقول لي السي حميد عنده دخل معنا في حزب الاتحاد الدستوري هذه راه شائعه وفي غير شائعه غير الناس كيعرفوا انا نوع العلاقه عندي مع السي حميد شباب وكيقولوا بانني انا كقريب ليه وكم العائله وكصديق ديالنا وكان عندنا تجاره معاه ومع شي حوايج كيقولوا بانني راني انا مثلا الحزب ديالو ولا انا راني ليه انا مؤسسه مستقله بذاتها هي واحد اتحاد الصوري وهو في مؤسسه مستقله بذاتها اللي هي حزب الجبهه القوى الديمقراطيه والرساله راها واضحه من هنا سال السي انور بوكر الموثق الاقليمي لحزب اتحاد الصوري تنفي جمله وتفصيله اي وكاين علاقه اخويه صداقه ولكن علاقه يعني تحالف او شيء من هذا القبيل او انه تخدم اجنده ديال الاستشارات هو تنفيها قطعا وما كاين حتى شي حاجه ومن هنا تنقولوا شنو هو التوجه ديالكم بالحزب داخل فاس وشنو هو البرنامج ديالكم واش احنا شفنا هاد الاصداء ديال الاتحاد الدستوري واش هادي حمله سابقه او انا 5 سنين تبدا تتسول الارضيه. نعم كنديروا الحجيرات كنحطوا بليسات. ياك فهمت. حنا كنأسسوا الحزب كان فاس فقد المؤسسات كان فاس فيها ثلاثة الأحزاب أو ربع الأحزاب اللي كنسموها كاينة في فاس. حنا الحزب ديالنا بغينا يرجع لفاس كما كان في التسعينات. تماما.
بغينا الحزب ديالنا كما كان في كما قال 86، بغينا نحيو فاس، بغينا الحزب ديالنا نحيو به فاس. السي الامين العام كيطلب مني باش نحيي مدينه فاس، وعطاني هذا الموثق باش نحيي مدينه فاس، وانا كنلتزم وكنلتزم باش نحيي مدينه فاس التنظيم ديالها، ونكونوا خصم قوي في المعركه السياسيه الانتخابيه المقبله. واللي بغات هذه الانتخابات غادي تفرصها، هذه هي الفكره ديالي. وانا من التوجه ديالي انا مع الساكنه ديال مدينه فاس. سي انور عطينا الراي ديالك في هذا التحالف الجيكات، خلي تسمى الجيكات الجيكات ولا جي سي جي سي، ممكن اننا هو واحد المنظر. شوف لي خليك انا مختصر على الكلام، هو واحد المنظر صعيب صعيب بزاف، لان كل غيبغي فكرته كل غيبغي راسه، ولكن الحكمه هي اللي غتنجح. اللي عارف يحضر الحكمه راه غادي ينجح في المرحله ديالو، واللي بقى كيتصور لي مع بولاد الضو، بقى يتصور لي مع الشانطي، ومصور مجبد لي السروال ومجبد لي كدا، راه حنا فاس. شكرا سي انور، صافي الرساله راه حنا فاس. على حفظ الاستقبال، شكرا سي